مولانا نشكر الله أجر المرسلين سيد وزيد الله سيد محل الدنيا القرنية ولي الغابات سيد ولي جهة الشرق سادة عمال أقارب جهة الشرق سيد رئيس الغرفة الفلاحية سادة أوتو ونود المرافق السيد الوزير سادة رؤساء المساعدين من كذا ممثل فعالية المجتمع المدني ممثل المناطق الإعلامية حضرة سيد السادة يطيب لي أن أشارك في هذا اللقاء الهام كما أتوجه بعبارة التخدير والترحاب بسيد وزير الفلاحة وسيد محلي وكمية القرنية وفي الغابات مقدرين الجهود القيمة التي يبذلها على مستوى القطاع الحكومي الذي يشرف عليه كما نختم المناسبة لملوحها بجهود السيد وجهة الشرق على العالم الترحابية والسادة عمال أقل وجهة الشرق بجهود ممثل السلطات الإقليمية والمصالح الجهوية المركزة والهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني والمناطق الإعلامية بداية التدابير الدائم لتمكين عالي التعليمات والتوجيهات الملكية السامية ذات الطابع الاستباقي والمتعلقة باتخاذ تدابير والإجراءات اللازمة والفعالة لمواجهة نقص التصرف النظامي على القطاع الفلاحي كما نؤكد من خلال توجيه بمزجة تساوى مساهمة التنزيل الطرابي لمحاضر البرامج الاستعجابية التي تم إعداده من طرف الحكومة سيد الوزير مرة أخرى كنشكرك على الإجراءات الاستباقية اللي قمت بها في توفير القمح اليوم كنشوفوا هناك ما بين 5 أشهر و 6 أشهر الأولى كانت هذه القرارات اللي صارت في الوقت المناسب اليوم مع الأزمة والظروف العالية لا كنا كنتكلموا على أزمة أخرى من الماء السيد الوزير تكلمتي على السياسة والمقاربة التشاركية في الغابات كنشكر لك صراحة هذه خصها تبان وخصها لأن أي برنامج تنمية الغابات كتجي تشاركية مع الساكنة هذا ما تيمشي وراه التجارب سبقات وسبقات لانه يمكن تغرس الالاف د الهكتارات الا ما كنتيش شارك معك هذوك المساكين راه الغلب ديالهم غادي يطلقوها عليك لان كيشوفوا هما هذيك المنطقه اللي تكتغرس هي كتمنع منها وهي كيما قلتي ليس المنع ولكن كل هذه التشاركيه كتكلمتي على البرامج ان شاء الله سيكون ان شاء الله في الايام والاسابيع المقبله اللي غادي تعطي واحد النموذج جديد واللي حنا محتاجينه سيد الوزير لابد كاين بعض النقاط اللي عندي فرصة بعد أولا كان نيوك الثقة لحد صاحب جلالة الحكومة واللي هنا محظوظين أن اليوم عندنا جوج وزراء اللي كيسيروا قطاعات مهمة اللي هما ولاد الشرق وبالضبط ولاد مدينة الكاف هذا قد يعطينا واحد الدفعة قوية السيد الوليد هو السبب ديالنا الحكومة السيد الوزير لابد تخلي واحد البصمة ديالك في الجهة لأن 5 سنوات و6 سنوات كندوز ولكن البصمات اللي كيخلي الإنسان ديالك تقوى هنا حنا ما عندناش هذا الشيء هذا السي الوزير المنطقة ديالنا تو المنطقة كتعرفها يمكن لا نحتاجوا باش غادي باش نديروا لك التوضيح ولا نديروا لك هذاك يعني اللاباليز ما يمكنش غادي نديروا لك هذاك أنت فاهم ودرتي جميع الأقاليم ودرتي الدواور ودرتي الجامعات يعني إنسان ملك الدراهم هذا الشباب مكروه اليوم احنا مصورين بهذه الزيارة ديالك للجهة والمدينة حاضر معنا والسيد العمال والسيد العطور اللي حاضرين معنا باش نشتغلوا في إطار واحد التشاركية اللي فيها مصلحة ديال الجهة ديالنا اللي هي السيد الوزير أنت حددت تجربة كبيرة في هذا القطاع ديال الفلاحة سنوات تسهر على هذا القطاع هذا ككاتب عام في الوزارة اليوم كتعرف المنطقة أن فيها ما هو فلاحي وما هو رعوي كتعرف المنطقة ما هو رعوي لم يستفيد يعني راه اكثر من 50% ديال التراب ديال الجهه راه عام ولكن نتمنى ان شاء الله باش يدار برنامج في المستقبل حتى هذا القطاع هذا راه غادي في الانتظار زعما يعني انت راك عارف وزرتي وشتي المنطقه وعارف هذا الشيء هذا ومتاكد باللي حاس به ولكن درتي مجهودات هي شخصيه حنا بغينا يكون سياسه واضحه اللي مسطره وتتابع دار مجهودات دارت ولكن انا عارف متاكد باللي دارت مجهودات شخصيه الاعادات والتتبع والمفاصل ديال هاد الامور هذا وانت حافظها انا كنقول لك عارفها بدقه وبدقه جدا لابد هذا القطاع هذا ياخذ الاهميه ديالو جا الوقت ديالو تكلمتي على التامين ديال الموضوع السيد الوزير انا كنقول لك هو سلاح ذو حدين عندنا في المنطقه بعض المناطق كان عنده انعكاس سلبي لابد من وقفوا هذاك لاسيرونس ولا سيما في اقليم ديال زهران ضوفي كانت بالعكس كان انعكاس وكنتكلم عده مرات مع الاخوان وكنتكلموا عليها لا
لابد هذاك الشيء نقول لها شوف ما نقول لها بصارع بصوت عالي خص توقف لي زاسيرونس في هذه المناطق اللي قضينا على هذاك الغطاء النباتي بهذه السياسه ديال التامين ديالك ونعرف بعد الشيء راه السيد الوزير زعما واعي به ونتمنى ان شاء الله باش تاخذ فيه اجراءات كاين واحد النقطه اخرى هذا الهموم ديال الناس متاكد منه هو هذه القضيه اللي ماشي المشكل عندك انت ولكن مع القطاع ديال الضريبي بالنسبه لما هو الصناعات الغذائيه لا ترسمو ما يمكنش اليوم واحد ولا كرونبو تقول له خص الضريبه واحد دو كيلومتر تمشي فيه ما تقول له بيع فيه لا كرونبو ما غاديش ينجح هذا السيد الوزير هذا راه ماشي مشكل ديالكم ولكن لابد ما خصنا نمشيو نحلوه مع قطاع اخر لان هاد لي زاكروبون نظن بركان كون يبقى حنا يمكن في اكسبونسيون كون حنا وصلنا لواحد 200 هكتار ولكن هاد المشكل الضريبي طارح المشكل انه اليوم ما كيتحلش واحد 2 كيلومتر كتقول له تابع فيه واحد يدخل لاكروبون كتقول له خصك الضريبه يا اما يتعلم على الجميع ولا يتعفى على الجميع معتبر العام شوف السيد الوزير عارف كلشي عارف ولكن كاميرا شايفه لا وبغينا نتخذ اجراءات لا نسمعوا منا باش يعرفوا بلي هذا راه كاين يعني مشترك ماشي عند الكاميرا ديال ماشي عند السيد انت ما عرفتش شي بلاصه باش عرفت السيد الوزير واحد القضيه هي حمايه الفلاح الصغار انا كنعاود بالنسبه للتصدير انت كتنتمي لواحد المنطقه ولواحد المدينه اللي اليوم بصدق الفلاح الكبار ماشي حنا كنحسدوهم بالعكس هذا شيء ايجابي ان هاد الفلاح مشاو يطرحوا على الاسواق ومشاو يسوقوا المنتوج ديالنا هذا شيء مهم ولكن الفلاح الصغير ما عندوش هذوك الامكانيات لابد ما نرجعوا لهذيك الطريقه القديمه اللي كنت خدام بها على شكل تعاونيات او الوزارات تتكلف باش تخلق واحد ما عرفتش هذا الوزاره ديالكم السيد الوزير باش تخلق واحد طريقه نوعا ما او تاسس شي حاجه اللي هذوك الفلاح الصغار اللي انت كتشوف المنطقه في البركان بعد الفلاح الصغار بدا كيحيد الكيموتين ديالو كيدير فلاح اخر لان كيوصل ما يقدرش يبيعو ما يقدرش يوصل للاسواق وانا متاكد السيد الوزير لابد ما نخلقو شي ستركتور اللي تقدر تحمي هذوك الفلاح الصغار من اليوم هذا الفلاح الصغار مابقاش في البركان اليوم الحمد لله ها جلسي ها توليت وراك وقفتي بيديك على دوك المشاريع الكبرى اللي بدات تعطي النتائج وقفتي على معارض يديك اللي بدات تعطي النتائج اليوم ولينا كنا في الصفوف ولا في الترتيب الاخير اليوم في الزيتون في المنطقه ديالنا ولينا في المراتب الاولى على الصعيد الوطني وعلى الصعيد حول المنطقه المتوسط يعني بهذيك السياسه اللي كنتوا بها وكنتوا كتسهروا على القطاع غادي نشوف ماشي مجامله اللي فيه شي حاجه اللي فيها مجهود والحاجه اللي درتي فيها مجهود راه بدات تعطي النتائج ديالها اليوم راه كنت في الاقليم ديال تاوليت وكنسي هادشي ديال الصناعات التحويلية بالنسبة للزيتون جلسي في التوريد ولات تشغل واحد العدد كبير ما كتبش خدام ولات هاد جوج عقارب ولاو يحتلوا الصدارة على الصعيد الوطني في التصدير انا كنقول لك وقفتي بيدك على هاد الشيء هذا وكنا شفنا ماشي هذيك ليس مجاملة غادي يبقاو لي جوج نقاط اللي بغيناك تعاوننا فيهم السيد الوزير الاسواق هو فيه هو قطاع يتداخل فيه عدة متداخلين اليوم حنا درنا واحد البرنامج في الجهه ومشينا طلقناه ووقفنا اليوم الاستاذ العمر حاضر معنا كلشي كيقول لك وهذاك البرنامج ماشي مشى لان لا خصنا دعم حنا كنا درنا قرض 300 مليون تاع الدرهم ولكن واحد الوقيته عده قطاعات ما التزمتش معنا اليوم كنقول لك هذه فرصه السيد الوزير باش نخرجوا هذا القطاع اضافه الى وزاره التجاره والصناعه لان هي كذلك مناطق كتخلق مناصب الشغل حتى هي صناعيه باش نقولوا الفلاح السوق فيه الفلاحه الا فيه الفلاحه وفيه المجازر جوج لابد حنا برنامج عندنا وجاهز اضافه الى القطاع ديالكم مع وزاره التجاره والصناعه ومديريه الجامعات الترابيه ندير واحد البرنامج دراسه جاهزه ما درناهاش عشوائيه دار مكتب دراسه وزار جميع الاقاليم وحدد الاسواق اللي خصها دار وخصها اللي تكبر واللي خصها تحيد ما تبقاش واللي خصها ترجع مشات يعني كاينه دراسه قدمت حنا بدينا فيها ولا سيما انه مدوش كان فينا في الناظور وفي وجده وتاوريس ولكن وقف البرنامج اللي كانت فيه كداو 50 سوق بغينا نرجعوا له وهذا غادي يرجع به واحد الضغط كبير لان اليوم السوق ما بقاش السوق ديال العالم القروي هاد السوق النماذج الجديده ان غادي يستافدوا منها حتى الناس تاع المدينه لان اليوم خصنا هذاك اللي في المدينه يمشي يتقدم في العالم القروي باش يشجع هذوك الناس
وبينت الأزمة ديال كورونا أن البلايص اللي ما عندناش في الأسواق وقع فيه أزمة، ما عندناش أسواق اللي كانت في المستوى اللي تقدر. كاين اليوم عندها أسواق نموذجية في مدينة بركان، لازم تخسر باش نشوف هذاك النموذج، هذا هو اللي كنا نحموه على الصعيد ديالنا. قلنا أول سوق درناه بركان دارتو جاي كاس العالم، أول سوق غير هذاك النموذج يتعلم على الصعيد الأول. النقطة الأخيرة السي الوزير، وأنا هذه طلب مشى يمكن كاين ديال الجهة، طلب ديال السكينة كلها، مايمكنش نكونوا أول على الصعيد الوطني اللي كننتجوا اللحوم الحمراء ولا نتوفروا على مزارع صغير، مايمكنش نكونوا عندنا أكثر من 2 مليون ديال رؤوس الأغنام في الجهة وما عندناش. وأنا عارف بلي هذا من الأولويات ديالك ولا ديالهم في الأولويات، ولكن بغينا نخرجوا حنا مستعدين في إطار في واحد اتفاقية باش نخرجوا. ما يمكنش نكون السيد الوزير منطقة في ناحية ولا لا توفر على ناشطة. زعما أنا كنقول هاد جوج حوايج هادو السيد الوزير لابد ما نخرجهم في أسرع وقت. واحد السياسة اللي عندكم دراسة جاهزة، شكون هي اللي دول يكون فيها مارشي كبير، شكون هو اللي يكون فيها ديزاينينغ صغار، شكون اللي تكون فيها مزارع صغيرة، شكون هي اللي يكون الرئيس اللي تبعو، يعني الجهة ديالنا ولا توفر على هاد الزوج، هاد جوج نتاع مؤسسة أو منشآت اللي تعطينا واحد دفعة إن شاء الله في المستقبل. لا يفوت لي باش نشكر جميع الأطراف ديال الجهة اللي تقوم بواحد العمل. السيد رئيس الوطن فلاح عبد السجيد هو أنا الصراحة مستعد كيستمع وراس صغير فوق ما يحتاج إلى نصيبه. إخوان الأطراف ديالك ديال قبل ديال بنك قرض الفلاحي اللي كيشتغلوا وعندنا معاهم اتفاقية لتمويل هالتعاونية. التعاونية السيد الوزير تقوم بواحد العمل كبير فيه. وآخر بصمة مشيت أنا والسيد الوالي لواحد المنطقة ريسلان، وكان صيفو الانتداج أسبقت أنا تما قلت له البصمة ديالو بغينا هذاك النموذج. السيدة الوزيرة التضامن الاجتماعي عطاتنا 20 مليون درهم باش هذاك النموذج يتعمل، وبغينا لما لا حتى الوزارة ديالكم تساهم في هذيك التجربة اللي هي تجربة ناجحة في تكوين الفلاحة والتعاونية. شكرا مرة أخرى السيد الوزير بالشرف الحضور.